جالنا مره اخرى. كابتن هيثم مساء الفل، مشرف ومنور، وهارد لك الخساره النهارده امام النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم، وكل سنه وانت طيب. وانت الحمد لله طيب كل حاجه. وبخير. لا احنا مبسوطين ان احنا نرجع نشوفك تاني في المباريات. حبيبي يا كريم، غبت عن ربنا الاضواء يخليك. شويه، بس نحب دايما نشوفك واحد من المدربين المحترمين الكبار يعني. ربنا يخليك حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. النهارده بتروجيت كان عنده رده فعل عظيمه جدا بعد هدف الاهلي الاول. رده الفعل العظيمه دي ما كملتش، يعني قعدت 15 20 دقيقه مع نهايه الشوط الاول، والشوط الثاني الامور ما كملتش. دي لياقه ولا امكانيات ولا قلق من النادي الاهلي؟ لا والله يا كريم، انا عايز اقول لك ان احنا يعني داخلين المباراه، انت عارف ان احنا اخر مباراه لينا كانت في 3/6، صح، والنهارده 2/7، احنا قعدنا شهر كامل بنحضر نفسنا للمباراه دي. انت عارف ان انا كنت استلمت في نهايه شهر 5 المسؤوليه، في الجزء الاخير من 5، كان قبل اخر جولتين يعني قبل نهايه الموسم بحوالي 10 ايام بالتحديد. اديت اجازه للاولاد من 3/6 لمده 5 ايام، وبعد كده رجعنا على معسكر مغلق بنحضر نفسنا لمباراه من الاهلي. يعني حاولنا نرفع معدل اللياقه البدنيه خلال المرحله اللي فاتت دي، واشتغلنا على الامور التكتيكيه. الحقيقه انا كنت بعتبر نفسي محظوظ، لان اخر جوله ليا مع نادي الزمالك فتره كان مع النادي الاهلي، المواجهه بتاعت النادي الاهلي اللي كانت كنت متقدم فيها لغايه الدقيقه 95، واتحسب عليا ضربه جزاء يعني ما لهاش اي اساس من الصحه، وانتهت المباراه في اليوم دوت 1-1. واحنا كنا افضل، كنا اقرب للمكسب بشكل كبير جدا، وكان لينا عدد فرص اكبر في المباراه دي. استخدمنا نفس الاسلوب ونفس التكتيك بنفس النظام، ودخلنا اللعيبه في الانضباط بتاع المنظومه. والحمد لله الاولاد بصراحه النهارده انا بحييهم وبشكرهم على الاداء الرجولي والروح العاليه والاداء الجيد التكتيكي والانضباط اللي قدموه خلال المباراه، اللي من خلال السيستم اللي اتعمل النهارده قدروا يعبروا عن قدراتهم وامكانياتهم بشكل كبير جدا. واحنا كنا عارفين ان معدل اللياقه البدنيه عندنا ممكن يقل في النص ساعه الاخيره من المباراه، وبرضه كنا متاكدين ان هيحصل الكلام دوت برضه مع النادي الاهلي، ان عارفين ان الاهلي بيمر بظروف صعبه خلال الفتره اللي فاتت، وقد ايه هو منهك ومتعب وتعبان خلال الفتره اللي فاتت، ونحن عارفين ان برضه هيحصل له هبوط بدني في النص ساعه الاخيره. فاحنا كنا بنعتمد بقدر الامكان ان احنا نوصل للنص ساعه الاخيره دي ونتيجه تعادل، على اعتبار ان هتزيد حده التوتر عند لعيبه النادي الاهلي في النص ساعه الاخيره، وهتزيد عندنا احنا الدوافع، وكنا ممكن نقدر نخطف الماتش، خصوصا احنا بنلعب مباراه بنظام النوك اوت، فاحنا في النهايه لازم تخش تكسب المباراه. حتى لو بتلعب قبل وتواجه مين، ففي النهايه انت لازم تدور على المكسب، لان هو ده النظام بتاع المباراه، ومش هينفع تدخل المباراه وانت عايز تخسر المباراه. ومجرد ان انت بتقدم مباراه او بتقدم تمثيل مشرف وخلاص، احنا ما كانش ده هدفنا خالص، بالعكس احنا كان كل هدفنا احنا اشتغلنا نظام بنظام معين وتكتيك معين، على اعتبار ان احنا نستخدم الظروف اللي بيمر بيها الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها برضه نقدر نخطف المباراه. ولكن الحمد لله ببارك النادي الاهلي، جماهير ومجلس اداره وجهاز ولاعبين على نتيجه المباراه وتاهلهم للنهائي. كنا نتمنى ان احنا نتاهل، ولكن طبعا خبره وقدرات ولاعيبه النادي الاهلي قدروا يحسموا المباراه لصالحهم من خلال ثغره وحيده حصلت في الشوط الاول، ويعني وكمان جوده الشناوي في ان هو يقدر يتصدر ضربه جزاء في اخر دقيقه في الشوط الاول كانت ممكن تاخد المباراه في مرحله ثانيه خالص. فبشكر اللعيبه وبهني النادي الاهلي يعني. طيب ليه كان في اعتراضات الشوط الاول عند الدكه عندكم، يعني عند دكه بتروجيت كان في اعتراضات كثيره على حكم الكاميرا جابت الكلام ده، كان ايه الاعتراضات؟ الاعتراض كان على ايه؟ لا كانت امور كانت طبيعيه شويه، يعني كان في انا كنا شايفين ان احنا كان لنا ضربه جزاء مستحقه لفيليكس عندنا الشوط الاولاني قبل ضربه الجزاء اللي اتحصلت لنا في نهايه الشوط، كانت يمكن يعني كانت واضحه جدا برضه، كان مفترض ان هي تحتسب ضربه جزاء، ولكن الحكم الساحه وحكم الفار شافوا حاجه غير كده، واحنا طبعا بنحترم قرارات الحكام يعني. عظيم جدا. حاسس بتروجيت السنه اللي جايه عفوا عنده التدعيمات الكامله، لسه هتعمل تدعيمات جديده، حاسس ان بتروجيت يقدر يرجع الدوري الممتاز السنه الجايه؟ بدات اكيد شغل على هذا الامر، وبدات تحط عينك اكيد على كثير من اللاعبين. الحقيقه قبل ما اكلمك على الموسم الجاي يا كريم، عايز اوضح لك برضو جزئيه مهمه حصلت النهارده. احنا النهارده خدنا المباراه بالسكواد بتاعنا، كان ناقص من لعيبه، وده كان يعني ملف مهم جدا جدا جدا، من ضمن الملفات اللي بتاثر على الكره المصريه بشكل عنيف جدا. مساله وكلاء اللاعبين وجهلهم باللوائح والقوانين والامور الاحترافيه بشكل عام، وفي نفس الوقت يقدروا بيستخدموا جهل اللاعبين وصغر سنهم وجهلهم بالامور الاحتراف. النهارده لما يكون في لعيبه عقدها بينتهي مع النادي بنهايه الموسم، وعندهم ماتش كاس زي مواجهه النادي الاهلي بتاعت النهارده دي، واحد الوكلاء يستخدم اللعيبه ويقعدهم في البيت من شهر ونص
واللعيبه دي هتقعد في بيت لكمان شهر ونص كمان قدام بدون اي مباراه رسميه، على اعتبار ان هو عايزه يخليه يوقع في نادي تاني. واحنا كنادي بتروجيت ما كانش عندنا مانع ان هو الولد يوقع في اي حته، وما كانش عندنا ان هو ما كانش عندنا مانع ان هو ما يكملش معانا، ما كانش في ازمه خالص يعني. لكن هو عنصر اساسي، هو الوكيل لو بيفهم وبيدير مشروعه اللي هو اللعيب بتاعه بشكل جيد، ويفهم يعني ايه احتراف بالفعل، مش مجرد ان هو بيدور على عموله في لعيب وخلاص. كان المفترض ان هو لو عنده وعي ودرايه كامله كان ساب الولد يتمرن بشكل كويس، ما يدور ما يدور على عمولته ويدور على شغله، بس من غير ما ياثر على اللاعب بتاعه كمان. ما انت كده بتاثر على مستقبله. لا وبشكل افضل كمان النهارده، لو اللعيب بتاعه النهارده لعب جوله النادي الاهلي صح وادى بشكل كويس، لو هو النهارده كان بيعمل له عقد مثلا ب 100,000 جنيه، النهارده عقده 200 و300 و400 و500 اضعاف مضاعف لو اللعيب بتاعه مشروعه قدم مباراه كويسه. لكن طبعا جهله بالامور وجهل اللعيب بالامور طبعا خلى اللعيب يقعد في البيت بقاله شهر ونص، ولسه يقعد كمان شهر ونص كمان على ما الدوري الممتاز ينتهي. فيعني ده عنصر من العناصر اللي مؤثره على الكره المصريه بشكل واضح وصريح. النهارده لو لمصلحه مين ولد ما يلعبش مباراه زي دي ويقعد في البيت كل ده؟ ما هل ده مصلحه الكره المصريه؟ لا هو اللي مصلحه الكره المصريه، ولا هو مصلحه اللعيب، ولا هو حتى مصلحه الوكيل اللي مش فاهم شغله. صحيح للاسف ملف مهم جدا 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 طبعا، لازم نشوف يعني نشوفه صح. لازم نحط ايدينا على الملفات دي كلها عشان نشوف منتخب لينا جيد. نشوف منتخب لينا احنا كلنا نفتخر بيه حقيقه. احنا عندنا لعيبه كويسه يعني. احنا النهارده برضو من الحاجات المهمه جدا، النهارده انا شايف في سخط من الجميع على اللعيبه الدوليه واللعيبه الكبيره في النادي الاهلي والزمالك، رغم انهم بيمروا بظروف صعبه جدا جدا وضغوط في المباريات غير الطبيعيه وعدد مباريات غير طبيعي في اوقات زمنيه ضيقه جدا. في الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بنتكلم فيه في التليفون، واللعيبه الدوليه بتاعتنا بتلعب مباريات محليه، النهارده اللعيبه في اوروبا كلها على البحر يا كريم بياخدوا اجازتهم. وفي الاخر احنا بنلوم لعيبتنا اللي بقى لهم 3 سنين ما بيرتاحوش 5 دقائق. صحيح عندك حق. طب بالمناسبه يا كابتن هيثم، دي فرصه جدا ان انت معايا على الهاتف. انا عارفك واقدرك كثيرا، المدرب اللي بيشتغل بعلم، مش مجرد بس مدرب جيد، انت راجل بتشتغل بعلم. احنا فعلا عندنا مشكله في الكواليتي ولا ما عندناش مشكله؟ وبصراحه شديد انا فاهم طبعا الموضوع بتاع الارهاق ده اكيد موجود، بس احنا عندنا مشكله فعلا في الكواليتي بتاع اللاعب ولا لا؟ بص يا كريم، احنا لو هنيجي نبص على مشكله الكواليتي هي جايه من القاعده يعني. احنا في ملفات كتيره جدا جدا يعني. ايه النهارده نادي في قطاع ناشئين او نادي في الدوري الممتاز او نادي عنده قطاع ناشئين يبيع فرقه للمستثمرين في قطاع ناشئين؟ ده معناه ان اللعيبه النهارده اللي بتلعب في قطاعات الناشئين اغلبهم غير موهوبين، هم اللي هم القادرين على ان هم يدفعوا ثمن قيدهم عشان يشارك في دوري لمجرد ان هو عنده القدره الماديه، مش عنده القدره الفنيه خاصه الموهبه. صح. فطبعا ده تعالى بقى، فالنهارده اللي بيشارك في قطاعات الناشئين اصبح دلوقتي غير موهوبين، واللي موهوبين مش موجودين على الساحه من تحت، من القاعده من تحت. دي فطبعا بتقل الظهور وان انت يبان عندك المواهب. المواهب بتقل من هنا. تعالى بص على الوكلاء واستخدامهم للعيبه بالشكل اللي بيدار بيه الكره المصريه بشكل عشوائي بشكل غير طبيعي. بسبب ايه؟ بسبب وكيل بيضحك على لعيب، وكيل يروح يستخدم مجلس اداره عشان يغير جهاز ويغير لعيبه ويغير مش عارف ايه لمجرد ان مجلس الاداره ما عندوش درايه كامله بملف الكوره، ويهمهم بحاجات غير منطقيه وغير واقعيه عشان يحققوا اهدافهم هم الماديه. ملف تاني خاص بنظام الدوري. انا النهارده برضو كان ممكن الاعب ناشئ ولا 2 ناشئين ولا 3 ناشئين معايا في ماتش زي ده، اقدر اقدم للكره المصريه ناشئ موهوب في مباراه زي دي. لكن ايه اللي حل الكلام ده دون ان هم يلعبوا ويشاركوا في مباراه زي دي؟ بند موجود في اللائحه بيقول ان اللعيب لازم يتحول صفته من هاوي المحترف، بس توقيته مش مناسب، المسابقه انتهت. صحيح. فالبند اللي في اللائحه بيقول ان هو ما ينفعش يشارك لان المسابقه بتاعته انتهت. طب ما هو البند ده مين اللي حطه؟ واتحط ازاي؟ النهارده كان عندي فرصه الاعب النهارده ولد مواليد 2004، لعيب مميز جدا 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 زي ما قال انت قبل كده كتير، لعيبه مميزه من قطاعات الناشئين. كنت اقدر النهارده اقدم لعيب مميز جدا 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 ولد اسمه محمد فرج مواليد 2004. كانت مصر النهارده هتكسب لعيب حتى لو لعب نص ساعه في ماتش زي ده، هتكسب لعيب كبير جدا. ده انا نفسي اشوف في الكره المصريه اي فريق بيلعب لعيب عنده 17 او 18 سنه كده. ده انا نفسي. ده احنا عندنا اللعيبه كابتن هيثم يبقى عنده 23 سنه وبنقول عليه اللاعب الصاعد 23 سنه. برافو عليك،
انا النهارده لما قدمت للكره المصريه مصطفى ميسي مصطفى سعد ميسي طبعًا. في سيراميكا كليوباترا مواليد 2001 طبعًا. وغيره وجمال السعيد وحسام محمد وخلافه في 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 في, في نادي سيراميكا كليوباترا كان عندي فرصه اقدمهم، ودلوقتي كان عندي فرصه ذهبيه اقدم كمان عنصر جديد جدا ولاعيب مميز جدا، بس للاسف بند في اللائحه حال ان دون ان الولد يشارك. يعني احنا عندنا ملفات كتير جدا محتاجه تتنظم. لا يا كابتن هيثم، دي عايزه قعده كبيره ولقاء كبير بقى لو تسمح في وقت من الاوقات، يعني لما ظروفك تسمح يعني. وارد لك النهارده عملتوا مباراه محترمه جدا تحديدا في الشوط الاول يا كابتن هيثم، دايما مدرب كبير ومدرب محترم. انا بشكرك شكرا جزيلا المدير الفني لفريق بتروجيت كابتن هيثم شعبان.